لفقره السوشيال ميديا، وطبعا دايما بنتابع فيها اهم واخر اللي قاله نجوم الكوره على صفحاتهم الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي. هنبتدي دلوقتي معاكم مع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك، والأحيي طبعا ذكرى رحيل الفريق عبد المحسن المرتجي رئيس النادي الاهلي الاسبق، ونشرت صوره ليه وكتبت: تحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل رجل الحرب وكرة القدم عبد المحسن المرتجي الرئيس التاسع للنادي الأهلي وأحد أهم رموز النادي الأهلي عبر تاريخه. كمان نشر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر صورة لوالده في ذكرى وكتب: مرت خمس أعوام على رحيل أعظم وأحن أب، علمني معنى الأخلاق والقيم ورباني على احترام الصغير قبل الكبير، تعلمت منه الكثير، ومنذ رحيله فقدت السند والمشورة، ستظل في قلبي وسيظل اسمك وسام على صدري وحمل كبير على كتفي كي أحافظ على قدره في زمن بات فيه الصوت العالي والانفلات الأخلاقي هو الغالب. نروح لصفحة الكاف على تويتر واللي كتبت عن نهائي دوري الأبطال ما بين النادي الأهلي والترجي التونسي: أحيي روح المنافسة الشريفة، تنافس باحترام واربح بشرف. كمان احمد حجازي لاعب وسط بوماتش ألبيون الانجليزي احتفل على انستغرام بعيد ميلاد ابنه الصغير ادم، ونشر صوره ليه وكتب: عيد ميلاد سعيد اور ليتل مونكي. كمان نشر احمد حسن كوكا صوره على الانستغرام من مباراه فريقه الاخير اولمبياكوس اليوناني قدام اريس سالونيكا في الدوري اليوناني، واللي انتهى بفوز اولمبياكوس بهدف احرزه كوكا، وكتب: مباراه صعبه امام فريق قوي، ولكن فرضنا شخصيتنا منذ الدقيقه الاولى وحتى النهايه، سعيد بالعوده وباحراز الهدف. كمان الاسطوره الارجنتيني مارادونا فنشر صوره على الانستغرام وكتب: جاهز لتناول العشاء اليوم 5 نوفمبر لصالح ضحايا إعصار ويلا بولاية سينالو المكسيكية، أدعوكم جميعا للمشاركة في هذه القضية النبيلة. كمان نشر ديان لوفرن لاعب ليفربول الإنجليزي صورة مع ابنه على الانستغرام وهما بيعملوا نيو لوك جديد لشعرهم، وكتب: لايك فادر لايك سن، الابن زي الأب. كمان نروح بقى معاكم لفوز المان سيتي الكبير امبارح على ساوثهامبتون 6-0 في البريمير ليج او في الدوري الانجليزي، واللي طبعا رجح بيه لتصدره للمسابقه، ونشر الصفحه او نشرت صفحه رسميه للمان سيتي على تويتر صوره لباب جوارديولا المدير الفني، وكتبت: صباح الخير، صباح الانفراد بالصداره، صباح السيتي. كمان سيرخيو أجويرو نجم المان سيتي على تويتر نشر صورة من المباراة وكتب: سعيد بالفوز وبإحراز الهدف رقم 150 ليا في البريمير ليج مع هذا النادي العظيم، أشكر كل الفريق والمشجعين على دعمهم، نحن في طريقنا لتحقيق المزيد. كمان نشر ليروي ساني نجم المان سيتي واللي أحرز الهدف السادس في الدقيقة 91 من الماتش صورة على الانستغرام وكتب: الأحد الرائع بملعب الاتحاد. في الدوري الإنجليزي برضو فاز تشيلسي على كريستال بالاس 3-1، ونشر الفرنسي نيكول كانتي لاعب البلوز صورة على تويتر من المباراة وكتب: انتصار مهم لتشيلسي الليلة. نشر كمان البلجيكي ايرن هازارد على الانستغرام صوره ليه وكتب: اسبوع قاسي من التدريبات، عظيم ان نعود اليوم، احسنتم يا فتيان. نشر برضو الفارو موراتا واللي احرز هدفين على الانستغرام صوره ليه من المباراه وكتب: عمل رائع، فوز كبير على ملعبنا وسط جمهورنا، سعيد بالعوده للتسجيل مره ثانيه.